رجعنا شانجي كونترير، زادت أزمة الأمور. اليوم كاع الجهاز نتاع لا بروباغاندا تاع ولي فيك نيوز نتاعهم هادي من الصباح العشية، وزاد زاد دعمتهم إسرائيل أكثر وأكثر. شوف المواطن عارف كل ما يمس الوحدة الوطنية، كل ما يحاول يضرب الجيش في الصميم، كل ما يحاول يخلق مشكل بين الرئيس والجيش وفلان وفلان، كل من كلها يعني بروباغاند، جهاز اللي مسخر الجار للجزائر وزاد دعمه في اسرائيل. وتبعوا لي زادريس اي بي، مثل ما يقولوا الباب اللي يجيب الريح سدوا واستريحوا.